وظيفة السلاح الطبيعية هي القتل والتدمير، ولكنك قد تتفاجأ عندما تعرف أن بعض الأسلحة الخطيرة يمكن استخدامها في مجالات سلمية مفيدة للبشرية. إليكم 10 استخدامات سلمية للأسلحة الخطيرة. الانفجارات النووية السلمية. خلال الستينيات من القرن الماضي أطلقت الولايات المتحدة عملية سكة المحراث، والتي فجرت من خلالها 29 قنبلة نووية وهيدروجينية بطاقات محدودة لأغراض سلمية، وتم استخدام أغلبها في حفر قنوات مائية وموانئ جديدة وتسهيل حفر المناجم وإغلاق آبار الغاز والتخلص من النفايات الكيميائية السامة. ولكن المشروع تم إيقافه بسبب الإشعاعات المنبعثة من هذه التفجيرات والتي لا يمكن التخلص من آثارها بسهولة، كما قام الاتحاد السوفيتي بتفجير 122 قنبلة نووية لأغراض سلمية خلال نفس الفترة أيضا. إعادة تدوير قنابل النابالم. النابالم هو مادة حارقة استخدمت بشكل مكثف من قبل الولايات المتحدة خلال الحرب الفيتنامية، واصطحبت رمزا لأهوال تلك الحرب. وفي عام 1998 قررت الولايات المتحدة التخلص من مخزونها المتبقي من مادة النابالم والمكون من 11 مليون لتر، حيث مضى على تخزينه أكثر من 25 عاما. ويعود السبب في هذا القرار المفاجئ إلى تآكل خزانات النابالم المصنوعة من مادة الألومنيوم وتشكيلها خطرا على البيئة. وقد نجحت الولايات المتحدة في إعادة تدوير النابالم وتحويله إلى وقود يستخدم في مصانع الأسمنت وفي صناعات مدنية أخرى. تحويل الدبابات إلى جرارات زراعية. عام 2012 بإحدى قرى أوكرانيا نجح بعض المزارعين في تحويل الدبابات إلى آلات مخصصة للزراعة، حيث قامت جمعية المزارعين في قرية تيرنوبيليا بشراء دبابة تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي السابق، واستبدلوا برجها بمحراث لحرث الأرض، كما استخدموها أيضا في فتح الطرق المغلقة بالثلوج في فصل الشتاء. وقد ألهمت هذه القصة وزير الدفاع الروسي لإنشاء مشروع حكومي لتحويل الدبابات القديمة إلى جرارات زراعية، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح بسبب نقص التمويل. المدفعية لإحداث انهيارات ثلجية. انتشر استخدام مدافع الهاوتزر في إحداث انهيارات ثلجية تهدف إلى تفادي حدوث انهيارات كبيرة مفاجئة تؤدي إلى خسائر بشرية، ولكن سرعان ما تم استبدالها بمدافع عديمة الارتداد بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت هذه المدافع هي السلاح المفضل لإحداث انهيارات ثلجية. ولكن مؤخرا تم تطوير مدافع مدنية تقوم بإطلاق هواء مضغوط بدلا من القذائف، وبالتالي لا تشكل خطرا على العاملين في هذا المجال. قاذفات اللهب السلمية. يتم استخدام قاذفات اللهب في تنظيف الأراضي الزراعية وقتل الأعشاب والحشرات الضارة، كما يقوم عمال الغابات باستخدام قاذفات اللهب لأحداث حرائق صغيرة لأسباب بيئية. وفي عام 1961 قام الجيش الأمريكي باستخدامها في إذابة الثلوج التي أغلقت الطرقات في العاصمة الأمريكية واشنطن، فقد ضربت العاصمة عاصفة ثلجية ضخمة، مما دفع الجيش للتدخل ومساعدة عمال الدفاع المدني لفتح الطرقات مستخدمين قاذفات اللهب. استخدامات القاذفات القديمة للتجارب. في عام 1992 قامت إدارة الطيران المدني بزرع عبوات ناسفة داخل طائرات B-52 القديمة بهدف دراسة وتحليل تأثير الانفجارات على أجهزة الطائرات وهيكلها الداخلي. وقد أدت هذه التجارب إلى توفير معلومات لا تقدر بثمن لمصنعي الطائرات لمساعدتهم على تطوير تصاميم أفضل في مقاومة التفجيرات الإرهابية. تحويل مستودعات الصواريخ إلى منازل سكنية.
مع انتهاء الحرب الباردة لجأت الولايات المتحدة إلى خفض ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وقد أدى ذلك إلى تخلي وزارة الدفاع عن العديد من مخازن ومستودعات الصواريخ وتركها إلى المستثمرين المدنيين، حيث يتم تحويلها إلى منازل سكنية يمكن العيش فيها. الطائرات بدون طيار لعمليات البحث والإنقاذ. على الرغم من السمعة السيئة التي تتمتع بها الطائرات بدون طيار، إلا أنه بدأ في الآونة الأخيرة استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ ذات الطابع المدني. ففي عام 2013 قامت الشرطة الكندية باستخدام طائرة بدون طيار للبحث عن سائق سيارة مصاب ضل طريقه أثناء الليل في الغابات، وتم تحديد مكانه في الوقت المناسب، وكان فاقد الوعي على ضفة نهر متجمد في الأدغال. توليد الكهرباء من الرؤوس النووية. صنع الاتحاد السوفيتي الرؤوس النووية الروسية بهدف إرهاب الولايات المتحدة وتدميرها إن لزم الأمر، ولكن لسخرية القدر يتم اليوم توليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة من خلال برنامج تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وروسيا. وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركات الولايات المتحدة بإعادة تدوير الرؤوس النووية الروسية واستخدامها لتوليد 10% من احتياجات الولايات المتحدة من الكهرباء. ومنذ عام 1990 تم تدوير أكثر من 19,000 رأس نووي روسي من خلال هذا البرنامج. سيمفونية الأسلحة. قام الفنان المكسيكي بيدرو ريس بابتكار وسيلة فريدة لنشر السلام في بلد مزقه العنف لسنوات طويلة، فقام بتصميم 50 آلة موسيقية مستخدما أسلحة صادرتها السلطات المكسيكية، وقام في نفس العام بصناعة أوركسترا ميكانيكية مكونة من 8 أسلحة، ولم تكن الأوركسترا تعمل فحسب، بل كانت تصدر موسيقى فائقة الروعة. وفي بريطانيا قامت الفنانة هيلاري تشامبيون عام 2009 بتأسيس فرقة موسيقية من المتطوعين يعزفون على آلات موسيقية مصنوعة من شتى أنواع الأسلحة في رسالة للعالم بوقف العنف والقتل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.